الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الانتصاب وعدم الحركة حال النشيد الوطني؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فقد سئلت اللجنة الدائمة بما نصه ما حكم تحية العلم في الجيش وتعظيم الضباط لهذا العلم، فأجابت اللجنة مشكورة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد وعضوية كل من الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود رحم الله الجميع رحمة واسعة، فأجابوا بقولهم: لا تجوز تحية العلم، بل هي بدعة محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما تعظيم الضباط باحترامهم وإنزالهم منازلهم فجائز، أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط. وسئلت اللجنة الدائمة كذلك عن حكم الوقوف تعظيماً لأي سلام وطني أو علم وطني، فأجابوا رحمهم الله تعالى برئاسة من ذكرت سابقاً بأنه لا يجوز للمسلم القيام إعظاماً لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من البدع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم، وبالله التوفيق. انتهى كلامهم رحمهم الله تعالى. وقد سئل عنها كذلك سماحة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى، فأجاب بما نصه: هذه معصية بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمكنكم تتخلصوا منها ولا تحضروها فافعلوا. وقد سئل كذلك الشيخ صالح الفوزان أيضا عن تحية العلم، فأجاب بما نصه: التحية تأتي بمعنى التعظيم، ولا تكون تحية التعظيم إلا لله تعالى، كما نقول في تشهدنا في الصلوات: التحيات لله، أي جميع التعظيمات لله سبحانه ملكا واستحقاقا، فهي تحية تعظيم وليست تحية سلام، فالله يحيى ولا يسلم عليه. وتأتي التحية كذلك بمعنى السلام الذي ليس فيه تعظيم، إلى آخر كلامه رحمه الله حفظه الله تعالى. فإذا جواب العلماء ينص على أن هذا من الأمور المحدثة التي لا تجوز، ومن الأمور التي لا ينبغي طاعة أحد فيها، لأن المتقرر عند العلماء أن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهؤلاء العلماء لا يشك أحد في رسوخهم ومعرفتهم ودرايتهم بما يتعلق بالأحكام الشرعية وما يكون منافياً أو مضاداً لعقيدة المسلمين. فنكتفي بنقل الفتاوى الواردة في مثل ذلك، لأن المسألة قد عمت بها البلواء وطمت، فلا بد أن يستمع الناس كلمة العالم الراسخ الذين يثقون في علمه. فنقلت فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى في هذا الشأن، ولعل فيها كفاية وهداية لمن أراد أن يستمع الحق، والله أعلم.